نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة ليها عبر حسابها على موقع تويتر وموقع انستغرام بصحبة زوجها الدكتور فادي الهاشم وابنتيها في أحد المتنزهات العامة. كما نشرت صورة أخرى بصحبة زوجها فقط، حازت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها. وعلى جانب آخر، احتفلت نانسي عجرم من أيام بوصول متابعيها لـ10 ملايين متابع على موقع انستغرام.